بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان النهاردة شبورة مائية صباحية هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تصل لحد الضباب على بعض المناطق. كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد. نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن على مدار الأيام اللي فاتت حضرتك كنت بتأكد لنا أن بدءا من يوم الخميس هتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وده بالفعل اللي بدأ يحصل النهاردة، أنه انخفضت شوية درجات الحرارة. فطمنينا على أخبار الجو. هو بالفعل يمكن من اليوم درجات الحرارة هتبدأ تنخفض بمعدل درجتين، وانخفاضات طفيفة لكن طبعا هنبدأ نحس بيها خلال الايام المقبله كمان بشكل كبير، وده بسبب ان احنا بدانا نتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط. الكتل دي منخفضه في درجات حرارتها، فبالتالي هبدا احس بانخفاض درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع انها تكون 28 درجه مئويه خلال فتره النهار. يمكن اغلب محافظات شمال البلاد هتشهد الانخفاضات الطفيفه في قيم درجات الحراره، واجواء نقدر نوصفها اجواء خريفيه مائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، معتدله تماما على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. اجواء صبحة ما بين حاره لشديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترات النهار، ويمكن اغلب المحافظات الشماليه يعني السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، تعتبر درجات الحراره دي حول المعدل الطبيعي، بل المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام. خلال فترات الليل كمان مع غياب اشعه الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، هنحس بيه بشكل كبير خلال ساعات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر. اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه خلال فترات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر، وخاصه في المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديده، الاماكن المفتوحه. يمكن نلاحظ كمان ان الصغرى بدات تنخفض خلال الليالي اللي جايه، يمكن تسجل درجات حراره منخفضه بشكل كبير ما بين 17 و18 درجه مئويه على محافظات شمال الصعيد. فرق درجات حراره بين فتره النهار وفتره الليل هيزيد بشكل كبير، فدايما هيكون عندي ذكر فتره النهار بروده واجواء مائله للبروده فترات الليل. كمان طبعا بالنسبه لفرص سقوط الامطار، يمكن اليوم مستمر معانا فرص سقوط الامطار على المناطق الجنوبيه. اليوم امطار ما بين خفيفه الى متوسطه ورعديه احيانا على بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم. تمتد كمان الامطار خفيفه الى متوسطه ورعديه على بعض الاماكن من اقصى جنوب الصعيد، وتحديدا في محافظه اسوان والمجرى الملاحي وابو سمبل. يمكن المناطق دي كمان بالامس شهدت امطار متوسطه ورعديه، ومتوقع استمرارها اليوم. بالنسبه للشبوره المائيه، ما زالت الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره معانا اليوم وغدا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. شبوره مائيه كمان كثيفه بتوصل احيانا لحد الضباب، يعني انخفاض في الرؤيه الافقيه بشكل كبير، وبتبدا الشبوره المائيه في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا في التلاشي، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق، وزي ما قلنا متوقع استمرار الشبوره المائيه الكثيفه غدا الجمعه ان شاء الله. واعتبارا من يوم السبت المقبل هيبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فهبدا احس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، فرص الامطار اللي هتبقى موجوده على مناطق متفرقه من الجمهوريه ومنهم كمان بعض المناطق من القاهره الكبرى، هبدا احس بشكل كبير بالاجواء الخريفيه ان شاء الله من يوم السبت اللي جاي. نشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
هنبدأ من القاهرة، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20 والعاصمة الإدارية 29 19، الإسكندرية 26 19 والعلمين الجديدة 25 18، مطروح 24 19 ودمياط 26 20، بورسعيد 27 19 والإسماعيلية 31 18. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 وفي العريش 27 16، كاترين 26 13 وطابة 30 21، حلايب 29 25 وشلاتين 33 26، شرم الشيخ 33 23 والغردقة 34 23. في الفيوم العظمى 30 والصغرى 19 وبني سويف 30 19 أيضا، الوادي الجديد 36 20 وأسيوط 32 17، سوهاج 33 19 وإنا 35 22، الأقصر 36 18 وأسوان 37 23. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، عودة مرة أخرى لشاذلي ومنا، اتفضل. شكرا لك يا هلا.